تعالوا نشوف مقادير اول وصفه معايا وهنعملها ازاي. اول حاجه عندي اللحمه المفرومه، وعندي كمان ملح وفلفل وبابريكا وبهارات اللحمه، بقسماط ونعناع ناشف. عندي كمان الفلفل، فلفل حلو احمر مشوي ومقشر. عندنا الثوم، زيت الزيتون، البقدونس، الطماطم الشاري، والبصل الاخضر، والجبنه الرومي المبشوره. تعالوا نشوف اول حاجه عايزين نعملها، وهي اتبل اللحمه المفرومه بتاعتي. وايه، نبدا بقى مع بعض باحلى وصفه لذيذه سريعه ومختلفه. وزي ما اتفقنا دايما في الصيف بنحط التاتش بتاعنا، نعمل حاجات سهله سريعه بس طعمها مختلف خالص. الخضره الجميله، نعناع الناشف ده بيكون اجرام اجرام. تعالوا بقى كده، بهاراتنا الحلوه، شويه بسيطه قوي من البصل الاخضر والبقسماط والملح والفلفل، ويلا بينا. اهو كده، وهبدأ ان انا ايه، ادخل كل الكلام الحلو ده مع بعض. بصوا بصوا بقى الجمال. اهم حاجة التتبيلة كلها تيجي معايا كده اهو. يا سلام يا سلام. وهجيب بقى واحدة واحدة كده، وهبدأ ان انا هعملهم كده. البابريكا هتديها لون لذيذ جدا وهي بتستوي، واحنا هنعملها صوابع النهاردة عشان تبقى مختلفة، مش ايه، مش الحاجة التقليدية اللي كل مرة نعملها. عشان اعملها على الطاسة لازم تبقى مدورة او لا، نعملها بقى مختلفة، وصوص مختلف لذيذ جدا جدا. يلا كده اهو، هنعملها بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. وهبدأ ان انا احطها في الزيت، وانا عاملة هنا شوية كمان. وايه دول بقى، ايه عاملينهم حركات يعني. يلا بينا، تعالوا بقى هنا كده. هجيب الكبة ونبدأ نشتغل في الصوص بتاعنا. هحط الفلفل اللي احنا شاويينه ومقشرينه اهو، هحط البصل الاخضر، هحط الثوم، الطماطم، وهنحط ملح وفلفل، والباقي بتاع الايه، البابريكا. وزيت الزيتون بتاعنا اللذيذ. وهنضرب كل الحاجات الحلوة دي كده مع بعض. اهو هاجي هنا بقى نقلب الكفتة بتاعتنا. Thank you.
تعالوا اصفي منها، هنصفي كده ايه الزيت بتاع القلي عشان انزل بالصوص عليها. يلا بينا هنزل بالطماطم عشان ايه يبقى فيه معاها كده قطع من الطماطم، وبعد كده الصوص بقى بتاعنا. ايه الحكاية ده؟ شوفوا بقى الجمال والطعامة كده. نبدأ بقى ايه تاخد الطعم كله يبقى مع بعض، نحطه كده معاها. يا سيدي يا سيدي على الجمال. وهحط ايه شوية خضرة كده معاها كمان، وهنسيبها تستوي سوا مظبوط.